كنتمنىكم شي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في قناه اتولي تيما. اليوم جبنا لكم جوج وصفات غزالين وكيحمقوا عليهم الدراري الصغار وحتى الكبار، هما البانكيكس وحريشات سائلين. كيف ما كنعرفوا كيليقوا للغوتي والفطور اولا السناكس، وكيف ما كتشوفوا الحريشات ديالنا السائلين كيجيو رطبين وغزالين وكيكونوا بالدقيق القمح الكامل. ندوزوا دابا للطريقه والمقادير. غادي نحتاجو 350 غرام ديال الدقيق الكامل اللي تقدروا تعوضوه بسميده ديال الحلوى. غادي نحتاجو نصدرو ديال الحليب يكون دافي، كاس معامر ديال الزيت النباتيه، رشه ملح، البيكنج باودر خنيشه ديال البيكنج باودر اولا خماره ديال الحلوى. غادي نحتاجو سكر اللي منكه بزهره البرتقال اولا اللي ما عندكمش تقدروا تعوضوه بالفاني، انا استخدمت هذا. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السكر سنيده، تقدروا نتوما تستخدموا اي سكر عندكم، انا هنا استخدمت السكر البني. اول حاجه غادي نبداو بها هي الدقيق ديالنا اللي كيف ما قلنا تقدروا تعوضوه بسميده. انا هنا درت الدقيق الكامل وكيف ما كتشوفوا خليتو بالنخاله ديالو. غادي نزيدو عليه الملح، تقدروا ديروا على حسب الذوق، انا هنا غادي نكثر واحد شويه جهد معلقه صغيره. وغادي نديرو الزيت النباتيه وغادي نبداو كنبسبسو فيه بحال هكذا حتى توصل لينا الزيت ديالنا الدقيق كامل وتوصلوا ديك الماده الدهنيه فيه كامل. وحنا كنبسبسو هكا، وتقدروا تعوضوا الزيت النباتيه بالزبده غير تكون في حراره الغرفه وتكون طالقه واحد شويه، ما تكونش يلا خارجه من الثلاجه هكذا، حتى نتاكدوا انه الزيت وصل لينا لكاع الدقيق كامل شربو. غادي نزيدو سكر فاني اللي انا هنايا درتو بالزهر كيف ما قلت في الاول، حيت داك المذاق ديال الزهر كيجي بنين بزاف وكيبدل شويه من داك المذاق ديال الفاني، ولكن نتوما الا ما عندكمش ديال الزهر تقدروا ديروا ديال الفاني، نكهه الفاني او السكر فاني، ولا تقدروا ديروا حتى ما زهر كاع الا عندكم، كيعطي مذاق غزال وبنين وما كتسخاوش به. غادي نزيدو دابا السكر البني وتا هو غادي نخلطوه، وكيف ما قلت تقدروا تعوضوه بالسكر الابيض. وكاخر مرحله او المرحله ما قبل الاخيره غادي نزيدو البيكنج باودر او لا خميره ديال الحلوه، وتا هي غادي نخلطوها هكذا مزيان. كيف ما كتشوفوا كنخدم غير بيد وحده، اللي ما مرتاحش يخدم بيديه يقدر يخدم بمعلقه الا بغى، ولكن كيف ما كنعرفوا انه ملي كتبسبسوا بحال هكذا الحرشه من الاحسن كتبسبسوها بيديكم. نزيدو الحليب، نسترو ديال الحليب دافي، نحاولو ما يكونش سخون يكون غير دافي. ودابا غادي نخلطوه بالهاند بلندر اولا الا عندكم التراب الكهربائي تقدروا تستخدموا التراب الكهربائي، غير هذا كيجي اسهل، ولكن بحال بحال. المهم غادي نبقاو نخلطو فيها. وغادي نستمر بحال هكذا في التخليط لمده 2 حتى 3 دقائق. ودابا كيفما كتشوفوا من بعد ما تجانس لينا مزيان وشرب لينا الدقيق الحليب غادي نحيدوه. انتما الا كنتو كتستخدموا السميده من الاحسن تخليوها ترتاح واحد شويه، واحد 2 حتى 3 دقائق. انا هنايا من استخدمت القمح الكامل ما غاديش نخليه يرتاح. غادي نحطوا المقله ديالنا تسخن واحد شويه، انا استخدمت هذه المقله هذه اللي فيها هكذا فطائر صغار باش يخرجوا ليا فطائر صغار، ولكن نتوما الا كنتو زربانين اولا ما عندكمش هذه المقله تقدروا تستخدموا المقله ديال البغرير اولا المقله الثقيله اللي ما كتلصقش. غادي ندهنوا كل وحده هكذا على حده، وكيف ما قلنا نتوما تقدروا تستخدموا المقله العاديه حتى هي خاصها تدهن. كيف ما كتشوفوا هذا البخار اللي طالع حيت ديجا طيبت فيها المره الاولى، وهذه المره الثانيه اللي غادي نصورنا. نتاكدوا انهم تدهنوا مزيان باش ما يلصقوش، وغادي نبداو كنخويو هكذا غير شويه في كل وحده. وباش زوينه هاد المقله هي انه صراحة الا كانوا جايين عندكم هكا ديات على غفله ولا هاد الحرجات دغيا كيوجدوا، حتى هاد المقله دغيا كطيبوها هكذا
بطريقه هكا مينيسكيل صغار، تجيو مينيون كيوت. واخر وحده وغادي نخليوهم كيطيبوا دابا، وغادي نحاول نقلبوهم هكذا. وشوف المنظر ديالهم كيجي غزال. وغادي نبداو نقلبوهم هكذا وحده بوحده. وراه كيجيو هشاش وبنان وكيتكالو في الفطور اولا في الكوتي اولا الا جاو الضياف، وكيقدروا يتكالو مع الشوكولا مع العسل الزبده مع اش ما بغيتو. وكيف ما كشفتوا راه ما كثيرش فيهم السكر، ومقادين بالبلي كومبلي باش يكونوا اكثر يكونوا صحيين اكثر. ودابا غادي نشوفوهم واش طابوا. وها هما كيف ما كتشوفوا طابوا تحمروا من بجوج جوايع. دابا غادي نحطوهم هكذا على جنب في زويف ولا سيرفييت ديال الكوزينه كيف ما تتشوفوا. ها هما حطيناهم هنايا في سيرفييت ديال الكوزينه، وكيجيو هشاش بزاف 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 بزاف. انا الصراحه كيعجبني الحاجه ملي كتكون هشيشه وكتكون رطبه وتتكال مع عسيله او مع الشوكولا. والاهم حاجه هي انهم كيوجدوا في 5 دقائق كيف ما تشوفوا، سورتو الا درتو هادو ديال البلي كومبلي ما كتخليهمش كاع حتى يرتاحوا دغيا دغيا تيطيبوا. ودابا ثاني غادي نعاودوا نفس المرحله ديال غندهنوا بالزبده. هادي غير كتخليهم ما يسقوش نهائيا. نحاولوا ندهنوا حتى الجوانب كيف ما كتشوفوا باش حتى الا طلع العجين ما يلصقش. ونبداو نخويو الخليط ديالنا. كيف ما كتشوفوا البلي كومبلي او القمح الكامل بالعاني ما خليناهش يرتاح، حيت كيف ما كتشوفوا حنا كنطيبوا وهو كيشرب الحليب الوغ بلا ما نخليوه يرتاح داك الاول باش ما يقساحش لينا بزاف. وها هما كيف ما كتشوفوا مين كيطيبوا تيبداو يطيبوا من الجناب هو الاول بحال بغرير بحال البانكيكس اللي غادي نديرو في الوصفه الثانيه بحال كاع العجائن. هما كيطيبوا هكا ملي كنشوفهم كيبداو شي ينشفوا عاد كنقلبوهم. وكيف ما كتشوفوا هذه هي بدات كطيب من الجناب وبدات كتنشف من الفوق. دابا غادي نقلبوها، هما تيكونوا هشاش بزاف. غادي نقلبوها هكذا وغادي نخليوها كطيب مع الاخرين. وبالنسبه للبانكيك غادي نحتاجو 100 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، 125 غرام ديال الحليب، قبصه ديال الملحه، بيضه، معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، نص خميره ديال الحلوى اولا ما يعادل معلقه صغيره ديال البيكنج باودر، السكر ديال الفانيلا، معلقه كبيره ديال السكر البني او ديال الابيض. والبنات بزاف منكم سولوني على الكاكاو اللي كنستخدم، انا هذا هو الكاكاو اللي كنستخدم كيف ما كتشوفوا 100% كاكاو وبيغ وكيكون حتى مر ما حلوش، وهذا هو اللي كيخرج ليا الكيكه هكا داك اللون مغلوق. ندوزو دابا للطريقه. اول حاجه غادي نبداو بها هي البيضه، وحيت عندنا غير بيضه وحده غادي نفقسوها ديريكتومون في البول اللي غادي نستخدمو. غادي نزيدو عليها معلقه كبيره ديال السكر، معلقه ديال الفاني اولا تقدروا تعوضوه كيف ما ديما كنقول بنكهه الفاني. غادي نديرو معاه رشه ملح، وغادي نطربو هذا الشيء مزيان غير بالطراب اليدوي. دابا غادي نزيدو معلقه كبيره ديال الزيت النباتيه، هذه انا درت غير نصف المقادير، نتوما الا بغيتو تدوبلو الكميه ولا بغيتو ديرو البانكيكس كبار بيان سور خصكم تدوبلو الكميه وتخليو بيضه. نطربو مزيان. دابا غادي نزيدو الحليب وغادي نكملو نطربو غير بيدينا الطراب اليدوي هكذا. غادي نديرو الكاكاو نغربلوه، وغادي نديرو 100 غرام ديال الدقيق، وغنديرو الخميرة ديال الحلوى، وغادي نغربلو كلشي وغادي نخلطو كلشي هكذا.
وهي كيف ما كتعرفوا راه البانكيكس العجينه ديال البانكيكس ما كتكونش خفيفه بحال ديال الكريب وما كتكونش خفيفه بحال هذوك الفطائر اللي درنا في الاول كتجي شويه ثقيله غادي نكملوا التخلاط هكذا وقبل ما نسالي التخلاط غادي نمشي غادي نسخن المقلات ديالنا اللي خاصه بالبانكيكس انا غنستخدم هذه نيت اللي خدمت فيها الفطائر وغادي نقصوا عليها ونخليوها تتسخن ونكملوا التخلاط ديالنا ديال العجين تيجينس لينا كامل غادي ندهنوا المقلات ديالنا هكذا بالزبده وغادي نبداو نخويو العجين ديالنا بحال هكذا في الوسط وهو راه تيسيح ومنين غادي يبانو هكذا بداو كيطيبو من الجناب غادي نحاولوا نقلبوهم ومنظرهم فريمون كيشهي والبانكيك صراحه لا يعلى عليهم دغيا كيصدقوا وانتم جاوبوني في لي كومونتير قولوا لي واش نتوما كتفضلوا البانكيكس ولا لي كريب دابا من بعد ما طابوينا البانكيكس ديالنا غادي نهزوهم وغادي نحطوهم فوق شي سيرفييت خاصه بالكوزينه وغادي نغطيوهم باش كيرجع عليهم داك الصهد ديالهم وتيبقاو رطبين ما كيقصحوش وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجيو بنان وغزال ولذادين وكيف ما كتعرفوا صحيين كيف ما قلنا ما فيهمش سكر كثير وفيهم الدقيق الكامل هادو هما لي بانكيكس ديالنا بالكاكاو وكيف ما كتشوفوا هنا رافقناهم حنايا بالزبده بالزبده ديال اللوز وبسيله نتوما تقدروا ترافقوهم باش ما بغيتوا كيف ما قلنا شوكولا سيغو ديغاب باش ما كان كنتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم خليوا لي تعليق لايك وديروا ابوني الا ما كنتوش دايرينها ولا بروشين